السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موضوع البالكينج او اللي هو التضخيم. طيب، في سؤال مهم جدا لازم نساله، اللي هو ايه احسن برنامج تضخيم؟ هو نرجع الاول، هو ايه الهدف من البالكينج او التضخيم؟ هو الهدف ان احنا نبني اكبر قدر ممكن من العضلات. طيب ده هيتم ازاي؟ عن طريق ان انا لازم هزود السعرات الحراريه اللي انا باكلها في اليوم. طيب النتيجه بتاعت الكلام ده ايه؟ ان انت كميه العضلات هتزيد، بس ناخد بالنا من حاجه، ان انت في نفس الوقت في لازم كمية دهون هتزيدها في الايه؟ في العملية. لازم ابقى عارف احسب كمية السعرات الحرارية اللي انا باكلها في اليوم عشان اقدر ازود عليها. انا كنت اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل اكتر في فيديو قبل كده، اللي هو اسمه التغذية السليمة في بناء العضلات. يا ريت نتفرج عليه ونشوفه بس عشان نعرف ازاي نحسب كمية السعرات الحرارية في اليوم. يعني في ناس بيقول لك مثلا ان هزود 500 سعر حراري في اليوم عن المتوسط الطبيعي بتاعي. المتوسط الطبيعي ده اللي هو انا هقدر كميه الاكل اللي باكلها في اليوم وتحافظ على وزني، فمحتاج ان انا ازودها. ففي ناس بيزودوا 500 سعر حراري، في ناس بيزودوا 1000 سعر حراري، في ناس بيزودوا 800 سعر حراري. يعني كل واحد حسب طبيعه جسمه، عشان ايه بكل واحد ايه هيزود السعرات الحراريه حسب النتائج اللي بيشوفها. وتتابع نفسك اسبوعيا في اثناء البالكينج خلاص او التضخيم. ممكن اكون محتاج بعض من المكملات الغذائيه المهمه جدا، اهمهم طبعا الواي بروتين عشان ازود كميه البروتين اللي انا باخدها في اليوم. ممكن اخد مالتي فيتامين، وممكن كمان اخد كرياتين، بس مش لازم. يعني مين اللي ممكن يعمل بالكينج او تضخيم؟ طبعا اي حد ممكن يعمل، بس انا من وجهه نظري ان انت ما ينفعش تبقى نسبه الدهون في جسمك اكتر من 15% وتعمل بالكينج، لان كده ده معناه ان انت ممكن بالراحه توصل ل 20 وفوق ال 20% نسبه دهون، وده كده هتبتدي تبقى شكلك وحش وتضخم. فطب اعرف ازاي تقريبا نسبه الدهون؟ يعني احنا بنبص كده على عضلات البطن. لو انت عندك اللي هي مش السكس باك بقى، لو الفور باك اللي هم الاربعه الاولانيين اللي هم اللي فوق، لو دول في ليهم اي اثار او باينين يبقى انت كده ايه كويس. لو مفيش خالص يبقى انصحك ان انت تخسس شويه وبعدين ممكن تعمل الايه البالك. في برضو سؤال مهم، لمده قد ايه هعمل بالكينج؟ في ناس بتقول لك 6 اسابيع، في ناس بتقول شهرين، في ناس 3، في ناس اطول من كده. يعني انا برضو من وجهه نظري ان هي بتعتمد على كل واحد والاهداف بتاعته. يعني انا شخصيا بالنسبه لي بفضل اللي هم حوالي الشهرين، وكده كده انت اسبوعيا بتتابع التقدم بتاعك، وممكن تغير حاجات، تزود تقلل براحتك. يعني عامه كميه العضلات اللي انت بتبنيها اكيد هتبقى اكتر بالنسبه للمبتدئين عن الناس اللي هم اللي بقالهم بيلعبوا 4 أو 5 سنين. وده دايما الكلام اللي بنقوله للناس، ان احسن فتره تبني فيها جسم كويس وعضلات اللي هي اول سنه بس تكون بتتمرن متواصل. مع الاهتمام لازم برضو نخلي بالنا ان انت في مرحله البالكينج لازم، مفيش حاجه اسمها مرشد تمرين، مفيش حاجه اسمها هفوت وجبه، مفيش حاجه اسمها اي سبب يمنعك عن ان انت تروح التمرين. اخر حاجه بنتكلم عليها الكارديو. انت في مرحله التضخيم يفضل ان انت ما تزودش الكارديو قوي، على اساس ان انت يعني مش محتاج، انت هتحرق ليه؟ انت اوريدي عايز تضخم، يعني نو نيد ان انت تحرق. فبالكتير ممكن تعمل حوالي 20 دقيقة كل أسبوع كارديو. عايز تعملها تريد ميل، جري. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار ياريت يبعت لنا يسألنا، وشوش ياريت تعملوا لايك أو شير أو سبسكرايب. مع السلامة.